الخريجين اللي طلعوا من هذا المبنى ما فيش حاجة اسمها رحل فلان أو رحل فلان. مسبيرو بأبنائه، أبنائه يعني خالدين بأعماله. صفاء حجازي من الدفعة اللي بعد بداية الزمن الجميل لمسبيرو. صفاء حجازي كان بشوشة جدا، مبتسمة وهادئة ورصينة، حتى وهي بتقول البيانات بتاعت هجوم العراق على الكويت في الأخبار كان لها رنة معينة كده الواحد يحب انه يسمعها، يعني ما يملش صوتها ولا يمل شكلها وهي بتقرا نشر الأخبار، لا هي متجهمة زي كتير من اللي بيقروا الأخبار، ولا هي يعني عاملة مش اوفر، يعني طبيعية في كل شيء. وانا شاكر جدا فكره ان احنا نجتمع النهارده نتذكر ونتذكر وسوف دائما نتذكر صفاء حجازي. صفاء كنا اصدقاء، وحينما وصلت الى اعلى درجات في هذا الجهاز العبقري الذي نفخر به في مصر كان لدي مجموعة عوائق في مسيرتي الفنية لم ألجأ إليها. أنتم تعلمون أن هذه هي النهاية وهي نهاية حزينة.